الله ما بينش الله خزمني صح بيان مريتي تو ويا ابو عمر القلعة هي يا ابو عمر هيا عبد القادر الرحمن نروح شهدت ولاية وهران عملية تسويق شحنة من اللحوم الحمراء المستوردة والمقدر كميتها ب 150 طن توزع على تجار التجزئة للحوم القصابات وكذا المغازات وهذا لدعم السوق المحلي وكذا الولايات المجاورة بأسعار معقولة لا تتجاوز 1200 دينار جزائري. كاين الناس اللي بزاف راهي في شحال من عام ما دخلش اللحم تاكل غير الدجاج وضرهم ما الدجاج السومة تاعها طلعت هذا سيتان بري ريزوناب باش الناس تجي أموا في شهر رمضان يكونوا مهنيين ونكونوا الدار والغاشي يكونوا كامل مهنيين. رانا إن شاء الله في إطار توفير كمية اللحوم بمدينة وهران وإن شاء الله نمتدوا لكل ولايات الوطن. نعملوا إن شاء الله على توفير الكمية من الشهر رمضان إن شاء الله. كل اسبوع راه كاين ما بين 25 حتى 100 طن تكون ان شاء الله حاضره. ونشكر وزاره التجاره القمح والغش لولايه وهران على هذا المبادره اللي قامت بها اللحم المدعم، لكن راه قليل بزاف. احنا نتمنوا من الدوله تزيد تعطينا اكثر فاكثر لان اقبال المواطنين راهم بالقوه. نتمنى مع اقتراب شهر رمضان المبارك نتمنوا باش يكون اللحم بقوه وبكثره.